التوبات. فرض البديل انه يوجد اختلاف على الاقل واحد منهم مختلف. يعني مثلا ممكن يكونوا ثلاثه او يكونوا اثنين نفس الشيء، واحد اثنين مختلفين او واحد مختلف. طيب ايش اشوف؟ الاختلاف ارجع اقيسه بالاختبار اللي اخذناه. من اصلا من البيانات هذه؟ خذوا ما في اشتراك. يعني ما ينفعش تستخدم نفس البيانات، لانه البيانات هذه قد قالت انه ما فيش اختلاف. البيانات اللي دخلنا منها قالت ما فيش اختلاف، اذا طلعت لنا كان اكبر من الالفا. وبالتالي لكن اذا طلعت اقل من الالفا يكون في اختلاف. طيب شوف الايش؟ ايش التفضيلات؟ من اول واحد رقم واحد؟ هذا اقوى من هذا، اقوى من هذا، اقوى من هذا. يعني عم تشتري ولا تبيع؟ انت بتمشي اذا في اختلاف، اذا في اختلاف. اما اذا ما فيش اختلاف خلاص. قد حكم مثلا في بالي ولو حتى منهم ولا كلهم ما فيش. ايوه انت لو عملتها ما فيش، باعتبار انه قد عملنا اختبار عام انه ما فيش. تمام. طيب هذا طبعا مش كل الاختبارات. عاد في اختبارات بس يعني احيانا زياده الحاجه بوقت واحد احيانا تعمل. في من اشهر الاختبارات في معنا اختبار كاي سكوير، وممكن تطلع عليه. طبعا احنا قلنا لكم اثنين كتب كذلك في استخدام الاس بي اس اس. يعني احنا طرحناك على المحك، الباقي واصل. يعني الباقي لازم تمشي بنفسك، لازم بنفسك. احنا نحطك على الطريق، لازم انه ايش يكون في، فاطلع عليها. ولو انه حتى بعد الاختبار مش شرط الا الان، يعني اطلعوا عليها، استفيدوا منها وقت الفراغ كذا. قد ربما لما تجي اذا يعني تحتاج لمثل هذه الاشياء، اذا ما احتاجتش مش قصه قد ما عرفها. يعني كما قلت للبقيه في البدايه، احنا لم نحق بهذا المقرر كل ما في الاحصاء. احنا اخذنا عباره عن من كل بستان زهره، بحيث انه نعمل كذا باقه لعلها تليق بالمقام، ليس الا يعني. وان احسنا فمن الله، وان اسانا فمن انفسنا ومن الشيطان كما يقال. وان شاء الله انتم كذلك ترفعوا رؤوسنا في القادم. الان عندي الميكروفون سينتقل. ايوه لا لا بس ايوه. طبعا اللي يسال على الامتحان هذا طبعا شوفوا يعني في توتر على الجانب السؤال. اكيد انا بدي اتوتر ما اخذ شيء ما اخذ شيء محذوف ما اخذ انا ما نشتري هو ما فيش حاجه محذوفه اصلا عشان ما اخذ ما اخذ ولا اخذ واللي ما اخذ ما شفت محذوف صح ولا لا؟ يعني من بعد الشبته التسعه اكيد محذوف لا قصده هذا عشان السعر هذا يعني خذنا الان ثلاث محاضرات خلاص هذا يعتبر ايش؟ يعني هو يعني راس المال اللي اخذناه هو اللي خلاكم تجلسوا قليل على البرنامج لو ثلاث محاضرات يعني في بعض يقول والله ما عاد استفدناش حاجه من البرنامج يعني احنا مش نجلس على البرنامج قليل يعني فهذا يعني ثبت لنا بعض الحاجات بعض الاشياء بعض الامور مش كل شيء داخل البرنامج كل البرامج طبعا لا تستطيع ان تلم بها بجلسه ولا بمقارنه. يعني الاصل مفاتيح، البقيه جهدك الشخصي.